ما راح تشوفيها هلا، في صبيه ما بفرجي اياها خلاص. يلا كنت بعدني بالمدرسه، بعدني صغير وبالمدرسه، في صبيه كانت تعطي امل للبنانيين، وكان اول بورتري برسمه بحياتي. قلت بدي ارسمها بورتري لهيدي الصبيه واهديها اياها. وهيدي الصبيه هي ايه، بس هيدا انت صح ليك غير كثير فارق مضبوط. لا انا تحمست بدي اعرف شو هاي. اوكي يوغي تفضل تفضل منى، هيدي الصوره لإلي. هاي انا وانتاجها يا اخذتها يا اخي. هيدي الصوره عندي اياها بالبيت. صحيح. هيدي رسمك؟ هيدي انا. ياي بحديث البلد. وين كنت اذا كنت جاي جمهور؟ كنت من 10 سنين كنت كمان جاي لهديكي خاصة. كمان صاروا يقولوا لك زيح زيح ولا كنت جاي؟ لا كنت جاي خصوصا لحتى اهديك اللوحه. يومتها قلت لحالي انه هلا شايفتيني تلميذ مدرسه، رح يجي يوم تشوفيني ممثل عربي فنان. ان شاء الله بنشوفك جاد فنان عالمي، لانك عندك كل الميزات اللي بتخولك انك توصل للعالميه. شكرا كثير، تاثرت عن جد لانه بعدها عندي اللوحه. جاد رح نختم الحلقه معك بعزف على القانون، بس قبل بدي اشكر المشاهدين اللي تابعونا الليله، وهيك تكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت، وضيوفنا لليله كانوا جورج خباز، رولا شامية،